شو هالأخبار الحلوة؟ تمام، طبعاً جاية من الصبح بكير. أي طيب، خلص تصبحي على خير. سلام. وين رح تروحي؟ مين هاي؟ هي خالة سراب، أمه لجينك. آه خير، شوفي عم تقلي إنه جينك رجع على البيت، وقالت لي كمان إنه بدهن معلمة بالمعهد تبع أردا. ومين أردا كمان؟ هاد أخوه لجينك، نسيتي؟ آه شو بيعرفني، من زمان ما شفتهم، كيف رح أتذكر يعني؟ ايه بس هيك زبطت لي دروس مأجورة بهذا المعهد. حياتي، شو هالأخبار الحلوة هاي؟ حلو هيك بتصيري أقرب لهم بكتير. إذا ما طلعت هاي الحركة مقصودة منا بكون ما بفهم شي. شبك أمي، لا تكبري القصص. أنا قلت لميليس إني ناطرة التدريس، ويبدو هي قالت لأمها. خلصنا بلا حكي فاضي. شبك شو هالحكي هاد؟ لو إنه المرة ما شايفتك مناسبة لابنها، ليش لحتى تعذب حالها بقصصك؟ واضح إن حبيبتك كتير. روحي بس انتبهي، سشوري شعراتك وزبطي حالك منيح. اوعك تروحي بهالمنظر، مو حلو. كلامي مفهوم؟ تمام تمام أمي. وانتي شو رح تساوي؟ عندي شغل هلأ، بدي ضب هدول. وأنا شو أعمل؟ ساعدك؟ لا يسلم، عندك فاقة من بكير. روحي نامي، تصبحي على خير. طيب ماشي، يعطيك العافية. أردا؟ تفضلي. أنا جانسو، رفيقة أخوك جين. آه تمام. إيه ولا شي، أنا من اليوم رح بلش أعطي دروس هون، ورح صير أعطيكم مادة الرياضيات. إيه تمام، أعطينا أعطينا أعطينا. بس أنا شو المفروض ناديلك؟ إلك أختي جانسو؟ لا لا لا، ما بصير إلك أختي هون. قول معلمتي. شو؟ معلمتي. إيه معلمتي. لحظة، في شيء أنا ما فهمته هلأ. يعني هي بتكون رفيقة أخوك، وأمك بتعرفها، وأنت بتناديلها أختي. معناها أختي ما بتطلع بنت أختي المعهد. بس اسكتي. هي معلمتنا، عيب عليكي. عفوا. بنتي انتي شو عطتيني هاي المرة؟ مخي انضرب على الآخر.